لأول مرة في برنامج تلفزيوني خيري رمضان من قلب المصانع الحربية وسط المهندسين والعمال. مهندسين استطاعوا أنهم يشتغلوا على طيارات صينية ويطوروها وتتصنع في مصر بنسبة 96%. يكشف للمشاهد العربي كيف يتم تصنيع الطائرات والصواريخ والمدرعات والدبابات المصرية، وتحقيق خاص من داخل ورش تصنيع متر الأنفاق. يد تبني ويد تحمي. في ناس بتشتغل طول الوقت ما تعرفش غير حاجة واحدة بس، إن مصر غالية قوي. ممكن مع خيري رمضان غدا الساعة 10 مساء على CBC.